النكدي. النكدي ده بجد الموضوع عنده صعب جدا، لان انت معرضه لضغط ومعرضه لحرق الدم وسكر وقلب مفتوح وبواسير وشعرك يقع وهالات سودة وكحة وبرد مزمن بجد، لانه بيخنقك زيادة عن اللزوم. إيه لو اداكي ميعاد مثلا واتأخرتي شوية، اتأخرتي ليه؟ ما انا مهم، ما انت لو شايفاني راجل اصلا مش هتأخري عليا، ما انا لو صاحبتك لالي سوسو كوكو ها اللي مستنياكي في البراند الفلاني عشان تنزلوا تجيبوا مش عارف ايه، واخده بالك مش هتعملي معايا كده، انما انت مش شايفاني راجل. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ ده لو موضوع التأخير بقى ايه ما حققش الهدف اللي هو عايزه، الهدف النكد. ايه اللي انت لابسه ده؟ هو انا مش قلتلك قبل كده ان الفستان الابيض ده ما ينفعش معاكي؟ مش قلتلك ان انا اهلاوي؟ بس يعني انا بحبه. لا انت على فكره قصدك ضايقيني. لا والله ابدا، انا قلت خارجه معاك والفستان ده حلو عليا، قلت البس حاجه حلوه. على فكره انت هو انا ايه، انا خرنج؟ اخص عليك يا بيبي. ماشي مع كوميدينو؟ اخص عليك يا بيبي. بقول لك انت حابه تبقي شمال، انت تحبي القصير. انت بتشتمني يا بيبي. انت حابه تبقي شمال. لا يا بيبي كده. بص انت من سكه وانا من سكه كده، خلصانة على السكه وعلى الدغري يابا من ابو ناهيه. ايه ده؟ خلصانة. من ابو ناهيه. انا شاكه في اسلوبها وشاكه في تربيتها. البنت دي متربيه في زعربانه؟ زعربانه؟ ايه زعربانه؟ شفتي كنت بتتكلم ازاي؟ بتتقمص اعضائها كلها بتتحرك. ايوه اختي، وماله الاعضاء لازم تتحرك مش اعضاء؟ يلا نشوف.